مو صحيح. ما افتح باب للخرافة. يعني هي مهما تكون هي بشر، الله يكتب عليها السلامة ويحفظها، وأنا قلت لك أفتخر بحجابها وأفتخر بعباءتها وأفتخر بمشيها، كلامي مو ضدها، لكن كلامي لا يأخذنا جهل العام عند البعض ونجيب أصنام ننحت ونسوي آلهة ونسوي شيء من لا شيء. وأنتوا تعرفون أنا شنو أقصد، ماكو داعي يعني، وهذا يشد عباء وهذا يجر علق وهذا يحني باب وهذا ما أعرف يعني. دول سادة أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله، ما نسوي لهم مشكل. فخلوها الصورة صورة العفة اللي رسمتها هاي المرة زائرة الإمام الحسين، خلوها على محطتها، لا ترفعوها أكثر ولا تنزلون من قيمتها. لا لا، قدوة للنساء نعم، لكن لا ترفعوها إلى مرحلة الخزعبلات ولا تنزلوها إلى ما هو أقل من مقامها، لأنها حفظت نفسها وصانت شرفها وجزاها الله خير، ورسمت لنا صورة للمرأة الزينبية التي تتجه وتواسي آل البيت المصالح.